بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الغرض من الجهاد مصلحة البشرية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإخراجهم من النار إلى الجنة. فالمصلحة في جهاد الكفار راجعة إلى الكفار أنفسهم رحمة بهم، لأجل إخراجهم من الكفر إلى الإسلام الذي هو دين الله، الكفر الذي هو دين الشيطان إلى الإسلام الذي هو دين الله عز وجل. دين الشيطان يورد النار، ودين الإسلام يورد الجنة، ما الفرق بينها؟ فالجهاد في الإسلام ليس الغرض منه الطمع في أموال الناس أو قتل الناس، إنما الغرض منه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا هو الغرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية طائفة على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة.